شارك وفد الشعبة البرلمانية في الدورة 31 لمنتدى النساء البرلمانيات عبر أنظمة الاتصال المرئي، وانتخب مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي سعادة عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز ممثل المجموعة العربية في المنتدى، انتخبها لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب خلال الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي. وحول هذا الموضوع قالت سعادة عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز إن المنصب سوف يسهم بعكس الدور الفعال للبرلمانيات البحرينيات. أود أن أسجل شكري أيضا وتقديري لأعضاء مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي على منحي هذه الثقة بأن أكون النائب الأول لرئيس المكتب. وطبعا أحب أن أعبر عن فخري واعتزازي وأنا أمثل مملكة البحرين في مكتب النساء البرلمانية. وطبعا هذه المنصب سوف يسهم بشكل كبير على عكس الدور الفعال اللي تقوم به البرلمانيات البحرينيات وإسهامهم في تطوير المنظومة التشريعية، كما سيعزز بالتأكيد مكانة البحرين في المحافل الدولية. طبعا دور المكتب أنه يدعم النساء البرلمانيات بوضع قضايا المرأة في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، فهو ينظم عمل منتدى النساء البرلمانيات في كل سنة يجتمع خلال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد مرتين في السنة لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين والمساهمة أيضا في القرارات التي يتخذها أعضاء الاتحاد. وعمل المكتب على جعل الاتحاد أكثر وعيا بقضايا النوع الاجتماعي من خلال تطوير برنامج مستدام حول قضايا المرأة، وأيضا تعزيز مشاركة أكبر للنساء البرلمانيات في جميع المناصب العليا.